السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الجزء الثاني ان شاء الله من اثار البخيلة المهملة. هنتكلم النهاردة عن المرايات، ودي المراية الاولى قدامنا. هي عبارة عن سور من الطوب اللبن، قد بنتها الامبراطورية البيزنطية في القرن السابع لسد هجمات الاعداء قبل دخولهم الى الاسكندرية. وسبب التسمية ان قادة الاسطول البيزنطي قاموا بصناعة مراية عملاقة مقعرة تعكس ضوء الشمس وتركزه باتجاه السفن الخشبية المعادية حتى تحرقها. ويوجد بالدخيلة اثنين مراية، الاولى تقع في غرب شاطئ الدخيلة اللي احنا واقفين عندها دلوقتي، والثانية تقع في منتصف ساحل الدخيلة. هنصورها دلوقتي، للأسف الفيديو بتاعها يعني باظ مني بعد ما سجلته، فانا صورتها من عند المراية اللي احنا واقفين عندها دلوقتي من بعيد كده. هنشوفها، دي المراية الأولى موجودة بالقرب من ميناء الدخيلة كده من ناحية الخلفية، في من ناحية البحر يعني الشكل بتاعها زي ما كان زمان، ما تهددش زي ما موجودة من ورا كده، بس كان في صيادين كتير فمعرفتش أصورها كويس. أهو دي من ناحية البحر، هي سور كبير قوي كده معروف باسم المراية. هنشوف المراية الثانية من بعيد، المراية الثانية اهي بعيدة اهي، هنقرب الفيديو شوية. موجودة خلف الطابية اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو الاول، اتكلمنا عن الطابية واتكلمنا عن المغارة اللي هي الحوض الجاف، واتكلمنا عن المدافع كمان. هنقرب الفيديو دلوقتي هنشوفها، نفس الشكل بتاع المراية دي بالظبط، يعني الاثنين نفس الشكل بالظبط، وهي ورا الطبيعة على البحر على طول. تمام، بما اننا جنب المينا فحابة اتكلم عنها كمان. قبل المينا كان في مطار الدخيلة الحربي، كان تاني اكبر مطار بعد مطار الماظة، شارك في الحرب العالمية الثانية. في بحر جنب المينا او جنب المطار، كان مشهور جدا ببحر المطار، وكان كنا بنسميه كمان بحر الاجانب، كان نظيف جدا وكان جميل جدا. بعد كده تم انشاء المينا سنة 1980، بدأ انشاءها الرئيس السادات وكملها الرئيس مبارك. اتمنى ان انا كنت شفتكم بالمعلومات دي، بشكركم جدا. الدخيلة تاريخ.